بس تكون عم تشتغل هيك هالقد بحب وهالقد بباسيون بيسهل عليك كل شيء. دورة ساريا اللي هي سحبت المطعم السمك اللي عم بتصير فيه الأحداث تبع الموفي، كانت مجوزة ومات جوزة لما نهار عيده مات، لما خبرته انه هي حبله لانه كان صار لهم كثير زمان ما عم بيجيهم اولاد. وبهيدا الموفي رح نفرجيهم بإدارة ليال رجحة كيف بصير الشغل. Thank you.